دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كل الأطراف اليمنية إلى نبذ العنف والالتزام بوقف إطلاق النار، وأكد بومبيو أن موقف واشنطن ثابت من مسألة وحدة اليمن وأنها لا تقبل المساس بها. ركزنا على الوضع في اليمن، ونحن نشيد بمواصلة السعودية لوقف إطلاق النار من جانب واحد، والذي مضى عليه شهر الآن. وقد وافقت المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية بالتنسيق مع المبعوث الخاص على تعليق القتال في اليمن من أجل التركيز على مواجهة الجائحة، ونحن نطالب الحوثيين الذين تدعمهم طهران بأن يفعلوا ذلك من جانبهم، فهذا هو المطلوب. يجب على جميع الأطراف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المؤسسات الحكومية اليمنية والحرص على وحدة الأراضي اليمنية وسلامتها. في سياق موازٍ، شدد مجلس الوزراء السعودي على ضرورة عودة الأوضاع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية باليمن إلى ما كانت عليه. يأتي ذلك بعد تأكيد المجلس الانتقالي الجنوبي تمسكه في إعلان الحكم الذاتي على مناطق جنوب اليمن. عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية غارقة بالسلاح والمصفحات وبالمؤامرات أيضا، يقول ناشطون. لا أثر للدولة في المدينة منذ أن دخلتها جحافل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات. قياداته منتشية وهي تعقد اجتماعها الأول بعد فرضها حالة الطوارئ والحكم الذاتي على المدينة ومحافظات جنوبية أخرى. خطوة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا كانت طعنة في ظهر حليفهم الغاضب، ففي أحدث المواقف مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك طالبه بإلغاء ما فعله في عدن، وذكرهم بتوقيعهم على اتفاق في الرياض لم يجف حبره بعد لاقتسام السلطة والنفوذ. لا أحد راض عما فعله المجلس الانتقالي، بدءا من قيادات المحافظات الجنوبية مرورا بالمفوضية الأوروبية وانتهاءا بوزير الخارجية الأمريكي القلق من تحركات أحادية الجانب تهدد المفاوضات بين الحكومة والحوثيين. بقوة السلاح المجلس الانتقالي يثبت أقدامه على الشرعية في عدن وزنجبار وأبيان ومدن جنوبية أخرى، استعراض للقوة وانتشار للجنود ونقاط التفتيش يعقد المشهد. محللون يرون أن خطوة المجلس الانتقالي مدروسة بعناية، بينما آخرون يرون أنها تشي بانقسام عميق بين أبوظبي والرياض يرسم ملامح جديدة للاحتراب في اليمن. انضم إلينا من اسطنبول عادل المثني الكاتب السياسي، مرحبا بك. طيب، علنا ما يظهر علنا أن الجميع ضد خطوة المجلس الانتقالي، إلا أن هذا المجلس لا يبدو لحد الآن أنه يكترث لكل هذه ردود الأفعال التي أتت من دول كثيرة، من السعودية، من الإمارات، من الجميع. ما السر وراء هذا الاطمئنان لهذه الخطوة؟ محل الجدل. لا أتصور أن هناك اطمئنان، هناك حالة النزعة انتحارية. هو لا يستطيع الآن أن يعود إلى الوراء بعد أن يعني تجرأ على هذه الخطوة الخطيرة جدا، مدفوع أيضا بدعم مطلق من دولة الإمارات، وهذا ما يجري الآن. هو يقفز إلى الأمام. هذه الميليشيات لا تكترث حقيقة بهذه المواقف. هناك هي تلقت صفعات كثيرة على المستوى الداخلي، كان هناك إجماع من الشارع الجنوبي، ست محافظات جنوبية على الفور أدانت هذا البيان واصطفت خلف الشرعية، وأيضا على المستوى التحالف العربي يعني كان هناك تنديد واسع النطاق بهذه الخطوة، أيضا مجلس الوزراء السعودي ثم الجامعة العربية واليوم الولايات المتحدة الأمريكية والخارجية التركية، هناك إجماع داخلي وإقليمي ودولي ضد هذا البيان واستنكار واستنفار واسع النطاق، لأن هذا البيان في الحقيقة يفجر الاستقرار والأمن في الداخل اليمني ويدفع أيضا الجنوب كله إلى أتون حرب أهلية طاحنة، ولهذا هناك يعني احتقان كبير في الشارع الجنوبي جراء هذه الخطوة الاستفزازية التي دفعت بها الإمارات.
الخطوة كما فسرتها أنت هي خطوة انتحارية وهروب إلى الأمام، لكن هناك من يقول أنها خطوة مدروسة بدقة، كيف ترد؟ لا، أنا أتصور أنها ترتبط بالحالة المزاجية المتوترة للإمارات. الإمارات تعيش حالة هستيرية كبيرة جراء أيضا يعني سقوط حفتر في ليبيا وخسارة نفوذها هناك. هذا ترتب أيضا على هذه الخطوة في اليمن، خشية أن تنسحب هذه التداعيات أيضا على الموقف في اليمن، خاصة وأن كان هناك تصعيد واسع النطاق مع المملكة العربية السعودية وهذه الميليشيات، وجراء أيضا تطبيق اتفاق الرياض والتي كانت تدفع به المملكة العربية السعودية. والحقيقة أن هناك صراع خفي محتدم بين الإمارات والمملكة العربية السعودية في ما يتعلق أيضا بتسليم عدن. كانت هذه الخطوة التصعيدية الأخيرية هي بمثابة انقلاب على اتفاق الرياض وإلغاء بالكامل للدور السعودي الذي كاد أيضا يعني يطبق يده على عدن. وبالتالي الآن المملكة العربية السعودية يعني وجها لوجه مع الإمارات في الإمارات. الإمارات الآن دفعت بهذه الخطوة التصعيدية ضد المملكة العربية السعودية وضد الدور السعودي وضد اتفاق الرياض، وهي الآن يعني بالمقابل تلقى إدانة كبيرة من المملكة العربية السعودية عبر قلنا التحالف وعبر أيضا اليوم مجلس الوزراء. واعتقد أن المملكة العربية السعودية معنية بحسم هذا الصراع ومقاومة هذه الأجندات والميليشيات في عدن، وبالتالي قد تلجأ أيضا إلى الإعاز للشرعية بحسم الموقف عسكريا. والصراع الآن مفتوح وكل الاحتمالات أيضا مفتوحة مع يعني هذه الميليشيات. نعم. التي فجرت الموقف في عدن. عادل المثني الكاتب السياسي، شكرا جزيلا لك.